إدراكاً من وزارة الداخلية لأهمية المشاركة في تنمية وعي المجتمع ضد مخاطر الشائعات ومخططات إسقاط الدولة، تواصل الوزارة تنظيم ورش عمل تدريبية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، حيث نظمت أكاديمية الشرطة عدداً من ورش العمل تحت هذا العنوان بمقر مركز بحوث الشرطة لكوادر المجلس القومي للمرأة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال. الندوات دي بتبقى مفيدة جدا لنشر الوعي المجتمعي باللي بيحصل في البلد. أكاديمية الشرطة يعني بتساهم مساهمة كبيرة جدا في نشر الوعي والانتماء لمصر وكل طوائف الشعب المصري. بشكر طبعا وزارة الداخلية لأنها يعني فكرت في أنها بتنسق ورش عمل مهمة بالحجم ده، خاصة مع كثرة أو بعض النداءات التي تنادي بالتخريب أو بإسقاط الدول، ليس في مصر وحدها ولكن في دول كثيرة. أعتقد أن الوعي هو أهم سلاح المصريين محتاجينه في الفترة دي علشان يقدروا يعرفوا إزاي يحموا بلدهم وإزاي يعني يدافعوا عن نفسهم وهويتهم وعن ولادهم ومستقبلهم. في تقديري وفي نظري أن هذا التوجه شديد الأهمية، وهو مؤشر ومعيار كبير لثبات ورسوخ خطوات الدولة المصرية على سبيل البناء وتحقيق لقضية الجمهورية الجديدة، وخطوة على سبيل بناء الوعي عند المصريين. تناولت ورش العمل عددا من الموضوعات المتعلقة بمفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات وإثارة الرأي العام وجهود الدولة المصرية لإحباط المخططات التي تحاك لإسقاط الدول. المحاضرات قيمة جدا، اتكلمنا فيها على مجموعة من الأمور المختلفة زي حروب الجيل الرابع اللي هي أخطر حاجة، الحرب النفسية وحروب الشائعات، وإزاي إن أنت تقتضب حد من الجمهور وتدخله فكرة في دماغه وتأثر عليه. أنا عن نفسي استفدت كتير جدا وعرفت معلومات كتير قوي مهمة وهتفيدني في شغلي، لأن احنا بنتعامل مع المرأة المصرية في كل المحافظات. وتسهم تلك الورش في رفع الوعي لدى كافة الفئات المشاركة فيها لما يحاك ضد الدول وكيفية التصدي للشائعات، وهو ما أكد عليه المشاركون الذين أشادوا بالدور التوعوي لوزارة الداخلية والذي يعد امتدادا لدورها الأمني. فعلا الجهاز الحكومي للدولة لازم يكون كل فرد فيه على علم بمخططات إسقاط الدولة وإن إزاي نقدر نواجهها، سواء من خلال عملنا في الجهاز الحكومي أو من خلال تواجدنا في مجتمعاتنا وفي أسرنا وفي أي مجتمع بنتواجد فيه. ورشة العمل كانت أكثر من رائعة، أكثر من متحدث، اتكلموا في موضوعات كلها مهمة. كان في معلومات كتيرة غايبة عننا عرفناها، نقدر إن شاء الله نوصلها للأجيال ونوصلها وخاصة للشباب، نوصلها أكتر وأهم حاجة للأم، عشان الأم هي اللي بتقدر تدي التوعية الأكتر لأولادها ولأسرتها. الورش التدريبية التي عقدتها وزارة الداخلية للتوعية بمخاطر إسقاط الدول شارك فيها العاملون بالجهاز الحكومي والنقابات العمالية وطلاب الجامعات المصرية والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وهي مستمرة لرفع الوعي بين كافة فئات المجتمع والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية.